في تعز حاول الأطباء إنقاذ حياة الطفل أسامة هاني الذي أصيب في استهداف الميليشيا لشارع العواضي وسط المدينة. مراسلتنا أنيسة العلواني رافقت الطفل أسامة في أروقة المستشفى ونقلت لنا القصة. جريمة هذه جريمة لا تغفر بالطفل هذا، إنه أكبر جريمة يعني يحصلوا على صفحة في فصل جديد تروي آلام الأبرياء. هذه المرة في مستشفى الصفوة، حيث يعمل الأطباء جاهدين لإنقاذ أسامة هاني الذي أصابته شظايا الهون الغادرة، متنقلين بين الطوابق والأجهزة، عل الحظ يسعفهم في إنقاذه. هناك على درج المستشفى التقينا والده المصاب الراجي رحمة ربه بأن ينقذ صغيره الذي اصطحبه معه كما أفادنا، والغصة تملأه ولم يزد على ذلك شيئا. ولتتضح الصورة أكثر توجهنا إلى موقع الحادثة بشارع العواضي، حيث المأساة يحمل تفاصيلها شهود عيان. لم تكن القذيفة الوحيدة، فقد سبقها عدة قذائف. ما بين واحدة ونص إلى اثنتين الفجر حبة هنا الساعة وراء العمارة هذه، قذيفة هاون ضربة بس مع ورا شظايا وورا البيوت لوسط البيوت. بعدين الساعة ما بين 11 إلى 12 الظهر هنا قذيفة هاون، وعورة حدود اثنين اللي ماتوا هنا اللي اسعفناهم، اي اثنين ماتوا، وما بين 5 إلى 6 جرحى بالرجول والساق، وعانوا في اصابه هنا واحد هنا واحد مختلفه. اصحاب محلات كلهم اصحاب محلات مره ماشي. عامل المحل هنا بخياطه، وكنت جالس استغل، واجت ادخل دخلت سبيل زحمك داخل، انا واقي داخل ادرك قذيفه وسقطنا. على الجانب الآخر من الشارع أشار الشهود بعد السؤال أن أسامة كان يقف إلى جوار والده الذي اصطحبه لشراء بعض الحاجيات. اطلب الله قال له قذيفة. والله الطفل كان هنا جالس قدام المحل مع أبوه، باقي راح الانفجار وقال اطلع الشظايا، باش الله أسعفنا مع المقاومة على طول. مواطنان فارق الحياة وأحدى عشر جريحا هم حصيلة هذه الجريمة البشعة. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، تعز.